خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناتي شهيوات فاطمه فلوغ. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وكلكم بخير وعلى خير وبصحيحه جيده يا ربي. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غادي نحضر معكم فطائر في الفران، فطائر بريستيج اللي كيجيو لذاد ورائعين. هانتوما كيف ما كتشوفوا المنظر، يا سلام، والمذاق ولا اروع، بحشوه كتجي بنينه بنينه. وقبل ما نبدا معكم هذا الفيديو، اللي اول مره غادي يشوف القناه ديالي ما تبخلوش عليا بالاشتراك وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وديروا اللايك. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه ديال التحضير. المكونات اللي غادي نحتاج لهذا الرغيفات بريستيج اللي شفتوا معايا، غادي نحتاج هنايا العجينه ديال المسمن اللي شحال من مره درتها معاكم، ولا واللي بغى الطريقه نخلي له الرابط في صندوق الوصف. غادي نحتاج هنايا الفيرميسيل ولا الشعريه الشينوا اللي فزكتها في المطايب وخليتها قطرات وقطعتها شويه ما بقاتش بداك الطول ديالها كامل. عندي هنايا الكفته ولا اللحم المفروم، الكميه اللي بغيتو نتوما واللي قدرتو عليها. عندي الزيتون بلا عظم مقطع هكا دوائر، عندي البصله مقطعه هكا مربعات صغار، عندي المعدنوس وشويه ديال الحامض مرقد ولا المصير، وعندي هنايا التوابل ديال الكفته، الملحه على حسب الذوق، الملحه ما نكثروش حيت عندنا الحامض مرقد مالح والزيتون مالح، وعندي هنا الابزار والخرقوم. وهاد الكفته هذه انا متبلاها، فيها الكمون والتحميره وشويه ديال الملحه والمعدنوس. بسم الله على بركه الله، خليكم معايا ندوزو نشحروا هاد المكونات هادو كاملين. ها انتما درت هنايا شويه ديال زيت المائده في المقله، وغادي ندير البصلة غندير شوية د الملحة على البصلة، شوية د الملحة والإبزار، تنزل شويه وعاد نرجع ندير عليها الكفته. بعد ما نزلت البصله كيف ما شفتوا شويه تشحرات، غادي نزيد هذه الكفته ونبقى نحرك حتى هذه الكفته تحل، ما تبقاش هكا مجموعه. ومن بعد ما انطلقات لي داك الكفته تشحرات مع البصله، غادي ناخذ الفيرميسيل كما قلت لكم اللي فزكتها من قبل في الماء طايب وقطعتها وخليتها قطرات. غادي ندير التوابل، المعدنوس والحامض المصير ولا الحامض المرقد والزيتون مقطع دوائر، الزيتون بلاعظة. وغادي نبقى نحرك هاد الحشوه عندي حتى تخلط ليا مزيان وتشحر شويه هاد الشعريه الشنوا، تشرب داك التوابل مزيان. صافي غادي نخليها غير واحد جوج دقايق ونرجع لها. بعد ما وجدت الحشوه ديالي غادي نخويها في هذا الاناء هذا ولا في هذا الصحن هذا باش تبرد ليا. ضروري ما خصها تكون بارده باش ما تقطعش لينا العجين فاش نكونوا كنشكلوه. صافي على ما تبرد ليا العجين ديالي غادي نبدا نسرح معكم هاد المسمنات. هما مرتاحين بسم الله. فين نسرحو مزيان العجينه ديالنا هكا حتى كيبدا يبان سطح العمل. ندهنو شويه بالزيت غير شويه ونرش بالسميده ديال الحرشه ولا الفينو. انا هنا عندي السميده ديال الحرشه. السميده ديال الحرشه راكم عارفين الدور ديالها، كتخلي العجينه تجينا مورقه هكا
وكنطويب على بحال الطريقه ديال المسمن تماما. انا كنشرح للمبتدئات البنيتات اللي بغاو يدخلوا في هذا رمضان الكوزينه ويعاونوا ماماهم. اما تبارك الله العيالات كلهم ما شاء الله كيعرفوا يصاوبوا. غادي نرش شويه عاوتاني بالسميده ونطوي هكا. بنفس الطريقة نعاود نسرح حيدة أخرى، ندهن بالزيت غير شوية باش ما يجيوناش مزيتين، ونرش بالسميدة. نعاود شوية ندهن بالزيت ونرش بالسميدة. صافي هكا. غادي نسالي الكميه كلها ديال العجين ديالي بنفس الطريقه ونرجع. بعد ما ساليت العجينه ديالي كلها وورقتها كيف ما وريتكم وطويتها هكا على اربعه الطريقه ديال المسمن، دابا غادي نبدا نشكل الرغيفات ديالي. ناخذ الحشوه ونقادها هكا فوق الرغيفه، وغادي ناخذ بحال هكا ونطوي هكا على جوج. ناخذ هاد القطعه ديال البيتزا ونقطع هكا شرائط وما نخرجش حتى برا العجينه، ما نقطعش العجينه كاع، غير هكا غير داخل هكا شرائط. وغادي ناخذ العجينه ديالي وغادي نلفها هكا، هانتوما كيف ما كيبان ليكم. وناخذ هاد القنيتات هادو ونجرهم هكا على هاد الشكل هذا ونقرصهم مزيان، نقرصهم مزيان مزيان، نحاول نعطيهم هكا هاد المنظر بحال هكا كيجي زوين. نضغط عليهم مزيان باش ما يتحلوش ونوضعهم في اللاطه ديال الفران اللي دهنتها شويه بالزيت. بنفس الطريقه غادي نعاود واحده اخرى معكم. صافي غادي نعاود ندير الحشوه بنفس الطريقه. الحشوه ضروري تخليوها تبرد باش ملي تكونوا كتخدموا ما تقطعش لكم العجين، ولفوا هكا ونضغطوا شويه بيدينا بحال هكا بشرائط كيف ما قلت لكم في الاول. هكا ما نخرجوش على العجين غير في الوسط. نلفو الفطيره ديالنا على هذا الشكل هذا، ونجيو نشدو هكا هاد القنيتات ونضغط عليهم مزيان باش ما يتحلوش. هانتوما صافي. دابا غادي نكمل بنفس الطريقه الكميه كامله اللي عندي ديال العجين باش ما نطولش عليكم الفيديو حتى نسالي ونرجع لكم. الرغيفات ديالي هكا بالشكل. دابا غادي ندهنهم بالبيض، درت شويه ديال الخل مع البيض غير باش تنقص من داك الجهد ديالو. انا شعل الفران يسخن. انا ساليت الرغيفات ديالي بالدهن، دهنتهم كلهم. دابا كيف ما قلت لكم الفران عندي شاعل سخون، غادي نقص ليه وندير اللاطه ديالي في الجهه الفوقانيه ونخليهم يطيبوا على خاطرهم على عافيه مهيله حتى يتحمروا من الوجه، ونزينهم. هنا عندي شويه ديال الجبن غادي نزينهم شويه حتى نقرب نخرجهم من الفران، ونزينهم شويه غير يذوب فوق منهم، ونرجع معكم الشكل النهائي ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالي ولا الرغيفات بريستيج اللي كيجيو على هذا الشكل هذا. زينتهم شويه ديال الجبن من الفوق
كيجيو لذاد ورائعين وحشوه. يا سلام كيف ما شفتوا معايا في لا فيديو. كنحضروهم في شهر رمضان ان شاء الله، نزينوا المائده ديالنا ونحضروا حويجات لوليداتنا في المنزل ديالنا. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، واللي اول مره غادي يشوف القناه شاركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وديروا لايك البنات، وشكرا لكم على الكومنتات الزوينين ديالكم، ونتلاقاو في لا فيديو جاي ان شاء الله.